من جانبه أوضح الكاتب والمحلل السياسي سعد راشد أوضح أن كلمة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاءت لتؤكد على المساندة المستمرة من قبل جلالته والتفاعل مع قضايا الأمة العربية وحقوقها، بالإضافة إلى تعزيز آليات العمل العربي المشترك. كلمة سيدي جاءت الملك المعظم جاءت شاملة ووافية وتأكيد مملكة البحرين على المساندة والوقوف والاعتزاز والتفاعل بشكل كبير مع قضايا الأمة العربية وهمومها وحقوقها ودعمها كذلك وتفعيل سواء تطوير آليات العمل العربي المشترك. دعوة سيدي جلالة الملك المعظم إلى الاجتماع القادم بأن تكون اجتماعات القمة القادمة 2024 في مملكة البحرين هو تأكيد على تفاعل مملكة البحرين مع مختلف الهيئات التابعة لجامعة الدول العربية، وإضافة إلى أن مملكة البحرين تؤكد دوما ريادتها في أن يكون هناك تأكيد على العمل العربي المشترك في جميع القضايا.